سيسافر اللبان إلى بلاد السند والبنجاب وما بعدها. قسم آخر من الحمولة سينقله بحارة عمانيون على مراكب تحاذي الشاطئ، ثم تفترق ليبحر بعضها شمالاً عبر مضيق هرمز إلى بابل وفارس، وجنوباً باتجاه السواحل الإفريقية، وغرباً إلى مصر عبر البحر الأحمر، فيما تسلك مراكب أخرى الأنهر باتجاه مدينة شبوة التي كانت تعتبر أهم مركز لتجارة اللبان في المنطقة. وهناك ستفرض على اللبان أولى الضرائب قبل أن تواصل هذه السلعة طريقها براً إلى مأرب ونجران وصولاً إلى غزة. وعلى طول الطريق براً سيفرض حكام الصحراء ضرائب جديدة على اللبان في مملكة سبأ ومعين وفي أراضي الأنباط والفينيقيين الذين كانوا ينقلون اللبان بدورهم في البحر المتوسط إلى بلاد الإغريق والرومان. وهكذا عندما كان اللبان العماني يبلغ روما كان سعره أغلى من الذهب. أحرقه الآشوريون والفرس واليهود في معابدهم، واستخدمه المصريون القدامى في طقوس التحنيط والرومان في مراسم التشييع. هو اللبان الذي تباهت في اقتنائه الحضارات منذ القدم. اليوم لا تزال دور العبادة تعبق بروائح البخور، من الكنائس المسيحية إلى المعابد البوذية ومقامات الأئمة والأولياء الصالحين لدى المسلمين. لكن اللبان بانبعاث بخوره العطر لا يهدئ فقط الروح ويبلسم اضطراباتها، فقد استخدم منذ القدم كمسكن للآلام ومضاد للالتهابات ولعلاج الحروق والتقرحات ومنشط لجهاز المناعة. فوائده الصحية اعترف بها باكراً الطب الشعبي ولاحقاً الأدوية الحديثة، حتى أنه في السنوات الأخيرة اكتشف باحثون بريطانيون أن حمض البخورية